كده يا جماعه نعمل تبادل وصفات. الله، وكله انا اللي بدي، انتوا بقى ايه غزوني شويه بالوصفات. انا عمري ما عملته معلبيه او كاسترد زي ما ولاء بتقول وام طه بتقول، بس لا هعمله خلاص في خطتي، لازم نعمله عشان حبايبنا كمان يجربوه. طيب ايه الوصفه الجايه؟ هعمل عصيده، ممكن عايزاها؟ لا يعني اغسلها لي وهنيني. طيب هعمل عصيده قرع عسلي، انما ايه؟ بصوا بقى الوصفة دي مغذية أكتر من اللي قبلها، دي مغذية ودي مغذية، بس دي مغذية بزيادة قوي يعني كمان بقى. طيب هقول المقادير وناخد التليفون الجميل. هعمل عصيدة قرع عسلي، عبارة عن ايه؟ نص كوباية سميد، عارفين السميد بتاع البسبوسة؟ هو ده. عليه كيلو قرع عسلي متقشر مكعبات، تمام. عليه كوباية، بصوا انا هظبط الميه، يعني مش هحط كوبايتين الميه في الاول او كلهم مره واحده، واحده واحده كده هنظبط القوام مع بعض. اوكي، نص كوبايه سكر، متفقين. رشه حبهان مطحون، وطبعا الزبده، وللتقديم العين الجمل الخطيره. تاني نقول المقادير، يلا بينا. نص كوبايه سميد، السميد اللي هو دقيق البسبوسه، مش بسبوسه فيها سكر بقى وكل حاجاتها، في طبعا اكياس بتتباع بسبوسه جاهزه، لا انا عايزه دقيق السميد. وعليه كيلو قرع عسلي متقشر مكعبات زي ما قلنا، مشوي او مسلوق او على البخار، وميه هنظبطها مع بعض، ونص كوبايه سكر، ورشه حبهان مطحون طبعا اختياري، والزبده. يلا بينا يلا بينا يا ست الكل، يا ست حاجه ناديه اطلع حاجة. عليكم. عليكم السلام، عاملة ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا شيف، عاملة ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا روح الشيف، والله عاملة ايه انتي، اخبارك؟ بخير يا حبيبتي، عاملة ايه يا قلبي، طمنينا عليك يا حبيبتي. الحمد لله، عاملة قرع وجبوري بخاطري، وقولي لي بعمله وبجيبه كده. لا انا اسفة ما عملتوش خالص. اسفة. لا يا روحي ما تتأسفيش. طب ايه رأيك في الاجرام اللي دخل جوه ده؟ بصراحة جميلة، تسلم ايديك، هجربها، هحاول اجربه. لازم تجربيها، دي هتعجبك قوي. تسلم ايديك وعينيك، ولا تحرم منك حبيبتي، ولا تحرم منك، ولا من سماع صوتكم الجميل يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وحشاني قوي بقى، تزعليش مني ان انا بتقل عليك وبحاول اصبح عليك كتير. يا نهار ازعل ايه بس يا ست الكل، انتي بتقولي ايه يا حبيبتي؟ ده انا ببقى مبسوطه أنا جدا، انا بحب اكلمك، ده انا بزعل لما ما تكلمينيش. ربنا يخليكي يا حبيبتي ويبارك فيكي ويخليكي لاولادك يا رب. تسلميلي تسلميلي، واسمع عنك كل خير انت وكل اللي عاملين في القناه بتاعتك. حبيبتي حبيبتي، ربنا يخليكي. استاذه رنا ربنا يديها الصحه والعافيه ويكرمها. حبيبتي استاذه رنا، ماشي ماشي. رنون. حبيبتي كلكم ولاد. طبعا 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 يا حاجه ناديه، واحنا مبسوطين كده بجد بمكالمتك وبسماع صوتك وبمداخلتك وروحك الجميله ودعواتك. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، وما تحرم منكم ابدا يا حبيبتي. ولا احنا يا حبيبتي بجد، ولا احنا يا حبيبتي، مع الف سلامه. مع الف سلامه يا حبيبتي، مع الف سلامه، نورتيني وشرفتيني والله، مع الف سلامه. بصوا انا عملت ايه، قلبت ايه الدقيق السميد الاول كده حبة صغنانين، وبعدين حطيت السكر عليه، وديني بقلب برضو. عايز اقول لكم يا جماعة، انا بالعكس، انا يعني لو المكالمات قلت انا ده بزعل، لاني فعلا انا ببقى متونسة بيكو جدا جدا جدا، انتوا متتخيلوش انا ببقى متونسة بيكو ازاي، وبطلع وكل يعني فرحة قد ايه ان انا هطلع اقابلكم. يعني انتوا لو اخدتوا بالكم انا مبقاش بحماسي ده كله في حلقات، يعني انا بسجل مثلا خميس جمعة سبت، ببقى بعملها بحب، بس ايه حته مكالماتكم دي بتفرق معايا جدا في الحلقه، فما تحرمونيش ابدا منها. وعلى فكره انتوا ابدا مش بتتقلوا عليا، بالعكس انتوا فعلا فعلا بتدوا روح تانية للبرنامج وللحلقه، دايما منوريني كده. بصوا بقى هنا ايه هعمل ايه دلوقتي، هروح منزله عندي هنا القرع ده كله، وهقلب بقى فيه، وهقلبه مع دقيق السميد. مين معانا يا حبيبتي؟ وهرسه كده. مين معانا يا مدام ابتسام؟ اهلا 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 يا حبيبتي، عامله ايه؟
صباح الجمال. صباح الفل يا حبيبتي. صباح القرع العسلي. صباح القرع العسلي فعلا. قولي لي بتجيبيه؟ ايوه بعمله زي ما عملتيه صينيه كده. الله بالبشاميل. الله عليكي بقى. الله. وايه بس بعمله كده بس بصراحه. كده بس ما بتعملهوش مثلا عصيده؟ ما بتعملهوش مهلبيه زي ما حبايبنا؟ لا 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 هي طريقتك دي بالظبط انا بعملها حبيبتي. طب ايه تفتكري نجرب ايه تاني؟ طيب حلو. انا عايزه اجربه بقى في اكلات حادق. حادق يوم الجمعه عامله لكم بيها اكلات حادق حلوه قوي هتعجبك ان شاء الله. نتابع الحلقه بقى ونشوف ان شاء حبيبتي الله. حبيبتي دايما انت عامله ايه؟ انا الحمد لله يا حبيبتي. وحشتيني والله خالص. وانتي يا حبيبتي بتوحشوني جدا جدا. بحاول اتصل وما بقدرش اوصل بصراحه. معلش حقك عليا احنا الخسرانين اساسا. لا ابدا يا حبيبتي. بجد. وازاي الولاد وازاي يوسف؟ الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله كله كده. الصبح بيبقى بيتك بيتك مدرسه جامعه كده عارفه. وبعدين بنزل بقى. ربنا يخليهم لك كده حبيبتي. يخليكي ليا يا حبيبتي ما تحرمش ابدا من مكالمتك الحلوه دي ولا صوتك الحلو ولا دعواتك. شكرا يا جميل. نورتيني. سلميلي على كل الجروب اللي بيتصل بيكي بقى. حاضر يا حبيبتي. هو سلام وصل لهم خلاص. طيب يا حبيبتي نورتيني. شكرا. نورتيني يا حبيبتي مع الف سلامه. هو ده اللي هنقوله بقى. شفتوا بقى المكالمات بتبقى روحها حلوه قد ايه في البرنامج وبتخفف عليه. بنسال على بعض كده بنود بعض يعني. ده احنا بقت ايدينا تقيله على التليفونات مع حبايبنا اساسا وقرايبنا. فيا جماعه زي القرع اهو قصه القرع اللي بيمد لبره ده بالظبط كان المثل عليه ان هو بيقولوا القرع يمد لبره ان هو. ودي برده قايلها في الحلقه بتاعت يوم الجمعه ان هم طلع ان لما الناس بتسال على الغربه ما بتسالش على القرب بتساعد الغرب ما بتسالش على القرب. هي دي القرع يمد. لسه احنا بنسال على الغريب والقريب وكل حد. بصوا بقى عندي هنا حطيت الزبده وبقلب وهنا انا هرسته تماما شايفين طعم السميد بقى معاها مع السكر يبقى حلو قوي. وتعالوا هنا نحط رشه حبهان بسيطه ودي اختياري. ونروح لفاصل بقى ونرجع نشوف اخر وصفه معانا هتكون ايه. استنونا. عايزه اقول لكم تحفه طعمها حكايه يعجبكم جدا. سكرها مظبوط. السميد كده مديلها طعم حلو قوي. الزبده انا حاطه مكعبين زبده عشان كده بقول لكم مغذيه قوي قوي قوي. السكر بقى ظابطها قوي. خلاص كده انا ايه الحبهان يا جماعه عامل شغل عالي قوي. الحبهان تعالوا بقى نقدمها. دي بقول لكم مغذيه جدا للاولاد وسهله وسريعه. انا عملتها كلها ايه اهو ولا دخلت فرن ولا اي حاجه. لذيذه جدا. وبرده لو شويناه او عملناه على البخار في كل الاحوال هيبقى تحفه. شويه عين جمل بقى. ممكن بصوا هو ممكن طيب برضو هقول لكم على حاجه. ممكن لوز ونحمره فيه سمنه او زبده بس انا ما حبيتش كده. ما حبيت اخليها خفيفه. طعمها حلو قوي هيعجبكم.